طيب إيهاب، أنتوا استقبلتوا قرعة الدوري الأفريقي ووقوع الأهلي مع سيمبا ومواجهة محتملة مع سان داونز، ردود أفعالها كانت إيه عندك؟ ردود افعالها طبيعيه جدا مع اللاعبين. النهارده دايما 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 لعيب النادي الاهلي عنده جمله واحده، ويوم القرعه اللعيبه كانت بتضحك ومبسوطه وقالوا بالنص كده، قالوا احنا دايما احنا مش مهم نقابل مين، البطل ما بيبصش هو يقابل مين. دي جمله لعيبه النادي الاهلي وانت قاعد معاهم تقول لك ايه، انا ما عادي اقابل اي فرقه والقرعه تديني اللي تدوني، لان انا كده كده ببص على البطولة، فمن المتوقع ان اقابل فرق قوية في السكة. فبالتالي طبعا قرعة قوية، وانا بقول لحضرتك ان شاء الله ان شاء الله من خلال تجانس والشكل والاداء اللي ظهر في المعسكر هنا، ربنا يحمي لعيبة الاهلي، ان شاء الله هنشوف موسم محترم جدا تحت قيادة فنية محترمة ومتخصصة. اخيرا كريستو التونسي، يمكن لاعب صاعد في الفريق، الاخبار ايه ومدى اندماجه؟ لعيب كويس طبعا، ده خلاص ده مندمج من بدري، لكن كمان مندمج بشكل كبير. حتى هو يعني لما تقعد يا استاذ ابراهيم وتشوف تدريبه او ماتش وانت قاعد في وسطيهم واللعيبه بتنادي على بعض، تعرف اللعيب مندمج ولا لا. يعني كريستو زي اللعيبه المصريه، انت عارف كل لعيب ممكن في الملعب يبقى ليه سيم او اسم. هو بينطق بالشكل اللي اللعيبه المصريه لما يجي مثلا كهربا ما ياخد يلا افشا، يعني بينده، يعني خلاص ده مندمج بشكل كبير جدا. هو لعيب مهاري بشكل رائع، وانا بقول لحضرتك مستر كولر من المدربين اللي دايما بيبني فرق، بيبني فرق وبيعمل فرق محترمه، وهو دايما بيبقى عنده عنصر الشباب عنصر مهم جدا مع عنصر الخبره، ودي التوليفه اللي ان شاء الله هنشوفها في الفتره الجايه. طيب ملخص بقى الليله دي كلها في كلمه، انت مرتاح باذن الله؟ بعد توفيق ربنا باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله النادي الاهلي يحافظ على مكانته ويحقق المزيد في ظل معسكر نموذجي لن ينقصه اي شيء. بكره المباراه الوديه، وبعد بكره العوده مباشره ولا لسه في تدريب تاني؟ لا ان شاء الله يبقى في تدريب خفيف قبل السفر، وان شاء الله يعني ان شاء الله تصل بعثه النادي الاهلي بعد بكره ان شاء الله الساعه 10 مساء للطائره باذن الله. ان شاء الله. استاذ ايهاب شاكرينك جدا جدا على كل هذه الايضاحات اللي حطيت كل مشاهدي قناه الاهلي في الصوره بالكامل. اشكركم ووحشني جدا جدا، ونشوفكم على خير، وكان نفسي تكونوا موجودين في المعسكر ان شاء الله في البطولات باذن الله. ان شاء الله.